مش متوقع ان احنا عطينا وهم ما داروش. احنا عطينا وهم ما داروش. دونك اش لوقع واحد الجهه غادي تموت من الجهه ديالنا. الجهه ديالنا كتعرف واحد واحد النقص حاد من الموارد المائيه، نظرا اولا اللي التحويات المائيه اللي كانت مقدمة يعني الماء ملك عام، وكذلك التساقط المطريه اللي تقريبا هذه المده هذه السنه السادسه عن طريق السنه ديال الجفاف. بالاجراءات اللي تموا هي اننا الان كاين دعم كبير للزراعه ديال الزرع المباشر مثلا في المناطق البوريه ومناطق السقويه ما تعطاتهاش يعني تلقات مائيه مهمه. كاين زراعات اللي كتتم بواحد الطريقه اللي قليله بزاف، ما كنوصلوش الطموحات اللي كنا غنوصلوها، اللي كنتمناو اننا الحمد اننا نحصلوا على بعض التلقات مائيه اخرى حتى نكمل الموسم الفلاحي فيما يهم المناظر التسقويه. حاليا حنا منطقه من كبه فلاحي، جميع الزراعات جميع الفلاحات عندنا كتعرف تدهور. الحواميد الان عندنا نقص تقريبا ديال 30%، اشجار ديال الزيتون كذلك، المناطق البوريه فيها اشكال، المناطق السقويه ما فيها التلقات المائيه، القطاع الحليب ما بقاش عندنا انتاج ديال الحليب في المنطقه ديالنا، يعني منطقه منكوبه فلاحيا بهذه الصفه هذه. دابا الربط بين الاحواض المائيه وتحيه الماء هذا مشروع كان تطلب الغرفه منذ 2009، لان كان هذه الطريقه الوحيده اللي تمكن هذه المنطقه ديالنا من الحصول على المياه اللي هي عندنا في المنطقه ديالنا. من غير يتم هذا المشروع ويكمل 100% هذيك الساعه يعني القطاع الفلاحي ديالنا غيعاود يعرف واحد الانطلاقه على اسس جديده اللي غتمكنهم من الحقوق المائيه ديالهم والاستفاده من يعني من كميات من المياه اللي هي مهمه.